شعبان شعبان مشابهو شي دراري وجرو الخيط ديال الضو، شدوه هو تحرق، تحرقوا ليه خمسة لي فاز ديال كرشو، قطعت ليه يدي اليمنية قصرية تقطعوا ليه فيها العروق. مصارن تهما تحرقوا ليه، دابا حاليا باقي المصارن ديالو في بوشيط، يعني الأطباء تيقولوا أنهم ما عندهمش إمكانية باش يقدروا يردوهم، يعني باقي ما واخدوش الصحة ديالهم كاملين، اضطروا انهم يخلوهم في بوشيط ما يردوهمش للكرش، حيت الكرش والاعضاء ديالهم من الداخل كلشي باقي مضرر، ما يمكنش يردوا المصارن ويخيطوا الكرش، ويعني باقي ما براش من الداخل. يعني كل نهار خصني ناخذ دي بوشيط ب 1400، وعاد الدواء وعاد العملية اللي باقي خصو يدير، ما عرفتش شحال خصو يديرها. كلشي كامل كيطلب مصاريف، مصاريف كثيرة ماشي يعني قليلة، نعس في الشهر ونص هو في الإنعاش شعبان، ونعس شهر ونص في السيرفيس، يعني 3 شهور هو نعس في السبيطار، وكانوا كيتداروا عمليات، دار 8 العمليات ديال الزرع، فنشوف نوريك سميتو الكرش ديالو كلها زرع، يعني مبقاش عنده الكرش، هزوا لي مفخاضو كاملين، دابا مفخاض ديالو كلهم هزوا لي منهم باش قدروا يزرعوا ليه في كرشو، باش يقدروا انهم يعني حنداش الكرش مرق تحرقات كلها، كيجيو حاجه غير باش يتكيو حم، كيقول لك حب باش يقدروا يشوفوا النفس، كيتفلت ليه المصران، يعني كرشو كلها غير زرع. يعني هادشي راه بزاف وضرينا بزاف، وما نكذبش عليك ضربنا معاه حتى عينا، والانسان اللي داز من هاد الظروف هو اللي غادي يحس بيا. بالنسبه لخديجه، مجموعه ديال المشاهدين بغا يسمعوك كيجر الكابل، واش هو كان خدام؟ لا ما كانوش خدامين، كانوا غير الدراري بيناتهم مراهقين، يعني شوف عقلهم شنو قال لهم، انا ما كنتش حاضره معاهم باش غنعرف. شنو بلاصه وقع لهم هادشي بالضبط؟ في المنصورية، واقع المنصورية صافي، كنتفاجئ مع الصباح مع الخمسة ديال الصباح ونص، تيعيطوا لي تيقول لي واش ما فراسك والو، راه خوك في 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 السبيطار. مني مشيت للميريزكو كنتفاجئ بخويا بوحدو هو اللي محروق، والدراري كلهم هربوا اللي كانوا معاه، واحد اللي داه بقى معاه، هربوا وخلوه، واحد بقى معاه، وخويا مشى ميت في حاله ميته ماشي حي، عندي لي فوطو عندي كلشي. دخلت كنتفاجئ تنقول لهم، قال لي سيري جيبي حوايج، يعني مشيت باش نجيب لي حوايج، وعلى اساس انا باش غادي يعني شي حرق بسيط، ملي كندخل كنلقى خويا يعني محروق من الدرجه الاخرى، قال لي غتجيبي الوالد ديالك باش يسني على حوك خو، حيت غيدخل ما بين الحياه والموت. الوالد ديالي ما كانش اصلا، ما عندوش لاكارت ناسيونال، اضطريت ندي الوالده ديالي ونحط لاكارت ديالي انا باش يقدروا يسنيو بجوج، حيت داروا ليها فيديو سينات عليه داخل العمليات، يعني ما بين الحياة والموت، يعني باش كيفاش تبقى عايش بواحد المعجزة اللي هي كبيرة. ودابا اليوم حاليا حنا وصلنا لهاد الجدل، يعني ما عندوش شي حاجة، ما عندو لا لاسورانس، ما حصل على التعويض، ما على حتى شي حاجة، يعني خرج هكاك. كان كيجبر فيهم واش كان خدام هو ولا كانوا كيلعبوا؟ لا بحال هكا كيلعبوا، يعني داكشي علاش خرج خاوي، يعني دابا حاليا هو حياته ضاعت، مشات باطل. يعني هو دابا يلاه زيت، يعني زيت 2006. شتوما كنتو تسكنوا في المنصوريه باش مشاو للمنصوريه؟ لا ما كنسكنوش في المنصوريه، يعني الدراري ما كيجلسوش ولاد اليوم، اما شي دري دابا تيجلس. شحال في عمرو دابا؟ زيت 2006. يا بالوعد ديالي وراضيه بحياتي وفرحانه بيها، لانه انا كنت عذب وانا مع امي، كنت كرفس وخويا حدايا وامي حدايا، احسن حاجه عندي هي نكون انا وسط العائله ديالي، وما كيهمنيش الوضع اللي انا فيه، ما كيهمنيش لاقصى درجه، استعد انني نخدم ندير اي حاجه مقابل انني نجيب العيش ونكون وسط العائله ديالي، وسط امي وسط خويا. انا ادي الربع، انا خويا عايش دابا وحدايا، ما عنديش الربع كون مات وناخذ كاع التعويض، ما عنديش الربع، لان دابا حاليا عندي الربع، حتى هو كاين حدايا، مجرد انه يدخل ويخرج عندي الربع، والحمد ربي وزيت ومفتخره براسي اني كل شيء تعرفني انني هزيت خويا وبقيت معاه في المحنه اللي كان فيها، وهو في السبيطار وما قطعتش ليا الياس، كلشي تيقول لي قطعي ليا الياس خوك ميت، راه غير كيمالجو فوق، وانا تنقول لهم خويا راه كاع ما ميت وما قطعتش ليا الياس، والحمد لله ربي ما خيبنيش، وهذه نتيجه من عند سيدي ربي انه تيبغيني وتيقدر داكشي اللي كندير وكيعوضني عليه. اكثر تعويض انني انا جالسه وسط دارنا وسط خوتي وسط امي ومعايا ولدي تيكبر معايا، الحمد ربي ونشكره، يعني ماشي انا غنقول انني ساقطه على الوضع اللي انا فيه ولا ما راضياش بيه ولا دا. نحمد ربي ونشكره بهذا الشيء اللي عطاني، وحتى خويا الحمد لله
ان ربي راه عطاه انه فرصه باش يقدر يعيش ويقدر ربي يعوضو بشي حاجه ما احسن في هذيك اليد اللي تقطعت لي والصحه اللي ما بقاش عنده ربما يقدر يعوضو بشي حاجه اللي احسن والحمد لله على هذا الشيء كامل انا كنحمد ربي وكنشكره الحاله ضعيفه وضيق وكاين صلاح ما كاينش شي حاجه وهو سيرته هو خاصو يعني خاصو امكانيات بزاف يعني باش يكون في هذه الحاله خاصو هو اصلا امكانيات انا دابا حاليا كنخدم كناخذ دي بوشيطه ب 1400 ريال يوميا خاصو بوشيطه ب 1400 يوميا كل نهار خاصك تخدم تاخذ دي بوشيطه تلصقها لي عاده الدواء هذا الكونترون يعني دابا حاليا بقى لي العمليه خاصو يديرها ما عرفناش هذه العمليه بشحال غدير كنسول كندي الاطباء تنقول لهم شحال تيقول لك خاصك تشري لي الماتريال ملي تقول لك تاخذ الماتريال والماتريال غالي كنقول لهم واش قادروا يقول لي شحال كيقول لك حتى لديك الساعات ساعه تاخذي الرونديفو من هذا البناج ويقدروا انهم يقلبوا ويلقاو بان يعني خاصهم يردوا لي المصارين يعني استرجع الصحه ديالهم من الداخل بامكانهم يردوا لي المصارين ديك الساعه غيخرجوا لك الورقه ديال الماتريال وغتشريه واخا اختي قلتي لينا بوشيطه بوحده دايره 70 درهم بوشيطه بوحده 70 يعني انت شحال تقدر كاع تخدمي مثلا في النهار شحال كتخدمي في النهار انا ما نكذبش عليك كنخدم 100 درهم 2200 ناقصه الا 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 كاع الا الا غامرت يعني اضطريت انني ندوبل نقدر نخدم 150 درهم فيها ترونسبور فيها ماكلتي فيها ماكلتي فيها شرابي فيها ترونسبور فيها الصير فيها كلشي حيدي منها 70 درهم حيدي منها 70 درهم ما قاهرياش خرجتي من الثالث كنخدم في المجال الفلاحي وكلشي كيعرف المجال الفلاحي كيدير تمارة والعذاب وتفيق دين الليل دين نص من الليل تفيق مع 3 ديال الصباح ودين النهار كله والدخول مع الربعة العشية ولا الخمسة يعني اشنو كيشيط ليا انا ما كنشبعش حتى نعس الناس ما كنشبعوش مقابل انني نخدم ونجيب هذاك القوت باش انني نستقرر بحال ما هكا تبقى لي 30 درهم 30 درهم اشنو كديري بها يعني كنعيش على الحال ها وانت كتشوف يعني ديال الحاله اللي كتشوفها انت ديال وحده كتخدم ب 100 درهم وكتشيط 30 درهم في النهار هذيك 30 درهم كنغت نشيط نخزن نقدر نشيط السوق نمشي ليه نقدر ما نشيطش باش نمشي للسوق المهم حمد ربي وشاكره يعني كنت كافي على العائله انا كنكافح على العائله ديالي وغنبقى نكافح حتى الغدا يعني حتى نهار نموت ولو ما عرفتش شنو يطرا وما عرفتش شنو يطرا ما عمرني غنتخلى عليهم ما عمرني غنفوتهم باي وجه كان انا ما يمكنش انا ماشي انانيه باش غنهز ولدي ونخوي ونخلي خلي امي اللي هي قليل الصحه اللي عندها اعاقه في رجلها ونخلي خويا اللي باقي صغير حياته ضاعت ماشي نانيو لو كان بصحته غنقول ليه خرج دبر على راسك خدم دير اي حاجه وليني دابا ما بقيتش نقدر نقول ليه امين خاصاني ديك الحاجه ولو تكون خاصاني ما نقولش شي خاصه غنضطر نجيبها انا وانا ساكته حيت ما كاينش الوضع كله كتشوفه قدام عيني دابا تجي الاب ديال الدار الحمد لله الحمد لله واي حد سولتي غيقول لك خديجه هي وكلشي لا من القريب ولا من البعيد ولا من الوالدين ولا من الدار ولا من الخوت يقول لك لما كانش خديجه في الدار ما كاين والو تعرضوا عليا هذوك الطرقان تعرضوا عليا هذوك الطرقان انت باقا صغيره بعيد الحلال ما خدامش هي داكشي انا بغيت نخرج ونخرج راسي مرفوع اخوتي اللي شافوني في الطريق يقصدوني وما فرحانين ماشي يجي واحد يقول لي اختك كتفعل وكترك وكدير وكدير انا نخرج براسي مرفوع وكنخرج حاليا بعد ثلاثه براسي عريان قدام الدوار قدام كلشي كنخرج راسي عريان نخدم وكنجي مسخه مبهدله وكيتلقى ليا ولدي في الطريق انا كنهزو وكندخلو انا فرحانه بلاش انا مبغيتش حاجه ديال الحرام ما بغيتش نمشي للحرام ما بغيتش نمشي للفساد كاينين طرقان بزاف نهز راسي كاع نخلي كلشي ونهز ولدي ولا نقدر ما نهزوش من بعد ما نهزومش زروسهم وخرجوا يقلبوا على ديك الحياه ديال حياه الليل ما بغيتش حياه الليل انا بغيت حياه النهار بغيت نبقى مع امي حتى لاخر درجه بغيت نبقى مع خويا بغيت نشبع منهم حيت عارفه كاين الموت عارفه واحد النهار غادي تموت امي ما غنبقاش نشوفها يعني خاصني نبقى مع اي حاجه ماشي توجع الطراب عاد نقول يا ريت كون بقيت معاه انا ما بغيتش هذيك الكلمه ما بغيتش نقول ما بغيتش تخرج على فمي واحد النهار انا بغيت نحس انني عشت معاه العمر كله انا وعدت باش نعيش معاه العمر كله انا الحمد لله عند كلامي ما عمرني غنتخلى على ولو يطرى اللي يطرى نصبر لخوتي على وجه امي ونصبر لخواتاتي على وجه امي ونصبر اي حاجه على وجه امي حيت امي هي الكل في الكل ما حد امي حي والحاجه اللي غتعذب فيها امي مستعده نلقى انا بيدي بجوج كنقول لامي بركي ما تمشيش للسبيطار خليني انا نمشي انا باقا صغير انا باقا نصبر تحملت ناس في الزناقي عاد الباب باش نتسنى يجوا يخرجوا لي شي اخبار على خويا انه باقي حي وقلت لها انتي بركي ما تمشيش امي غادا تكرفصي وما عندك الصحه وانا صبرت ونحمد الله احسن حاجه اللي عندي ان الله سبحانه وتعالى سلحني بواحد السلاح اللي هو قوي وما يقدر يهدو حتى شي واحد اللي هو الصبر
حتى شي واحد ما عنده الجرأة انه يتنافس على هذا الباب، وليني هذا الباب تحل ليا بوحدي وبركت فيه. هو باب الصبر، الصبر اللي عندي ما كان يعني كنحمد الله انه الله كيعطيني كيجازيني بالصبر، وهذه احسن حاجه وهذه نعمه من عند سيدي ربي. انا راضيه على حياتي وما عنديش، ومضاربه مع ولدي باللي كان، واي حاجه نديرها على قبل ولدي وعلى قبل العائله ديالي، على قبل امي وعلى قبل خوتي، وزيرتو على خويا اللي مابقاش عنده الصحه. انا درك كنحس براسي ما عنديش غير ولد واحد، انا دابا ولاو عندي جوج ولاد، وخاصني نطمع على المستقبل ديالهم بجوج، ونو ندير لي دار خاصني انا دابا ولاو عندي جوج ولاد، وانا هادي عندي في النفس ديالي في الفكر ديالي، يعني انا خاصني انا عندي جوج ولاد خاصني نطمع لهم على المستقبل ديالهم، حيت هو المستقبل ديال الوضع. رساله اللي بغيت نوجه للبنات اللي تيقلبوا على الحرام، تنقول لهم اول حاجه غتخسروا العائله ديالكم، وهي اهم حاجه، اهم حاجه نخسر كل شيء وما نخسرش العائله ديالي. ثاني حاجه غتخسروا الكرامه ديالكم والنفس ديالكم، وهي اعز حاجه عند الانسان. وثالث حاجه غتخسروا الرضا ديال الله سبحانه وتعالى. ولا الرساله اللي غنوجه للمشاهدين والمتابعين، ما نكذبش على كل من هو مسؤول، بالنسبه لخويا تنقول لي حسبوا ولدك، حسبوا خوك، حسبوا بزاف د الحوايج، حسبوا ولدك داخل في واحد الدوامه اللي هي كبيره، باقي قدامه بزاف، راه ماشي هذه غير البدايه، باقي الله قال بسم الله، باقي جاي بزاف، باقي كيتمنى حتى واحد كان كيتمنى ولد ولادو ويتزوج ويكون عنده دار ويكون عنده مستقبل. وليلي الحمد لله اللي عطيت الله، الحمد لله حتى هو راضي داكشي اللي عطاه الله ومعايش معاه، وهذا هو اللي كيعاونني انني يعني كنزيد معاه وندافع معاه لقدام وغادا، والحمد لله كنتمنوا انه يتعاونوا معاه يعني باللي كان، حيتاش هو محتاج المساعده ومحتاج ليها بزاف. يعني انسان نقول انا صابره وليني تهليل، كيجيب شي حوايج اللي ما كنوصلش ليهم، ما في استطاعتيش. خديجه باش الناس يتعاونوا معاك ويتواصلوا معاك، عطينا الرقم الهاتف ديالك. الرقم ديالي 06 39 23 29 84. ايوه 06 29 39 23 29 84.